خلال يوم الجمعة بعض الأمطار على المناطق الوسطى وكذلك الغربية، أكثر استمرارية على الواجهة الساحلية الوسطى مع رياح قوية، بعض الثلوج خلال الصباح الباكر على المرتفعات والقمم الجبلية الغربية، بعض الأمطار على شكل زخات رعدية على منطقة الثورة، درجات الحارة في استقرار. خلال يوم السبت نهاية الأسبوع تحسن في حال الطقس على الواجهة الغربية، لكن بقايا الأمطار على المناطق الوسطى تحت وقع الرعود، سحب عابرة على الواجهة الشرقية، أجواء مغشاة ورعدية على منطقة الصحراء الوسطى كذلك أقصى الجنوب ومناطق الجنوب الشرقي. خلال بداية الأسبوع عودة الأمطار على كافة المناطق الشمالية على الواجهة الساحلية وحتى على المرتفعات والهضاب، خاصة على المناطق الوسطى تحت وقع الرعود، رياح قوية على الواجهة الساحلية الغربية، أجواء رعدية على مناطق الصحراء الوسطى كذلك الحدود المالية الجزائرية ومناطق الجنوب الشرقي. درجات الحرارة دائما في استقرار لكن ترتفع على أقصى الجنوب. وقت غروب الشمس اليوم الغد على مستوى العاصمة إن شاء الله سيكون في تمام 7:03. وللتواصل معنا نحو الطقس مواقع الأرصاد الجوية الجزائرية في الخدمة. أشكركم على المتابعة. نهاية أمسية طيبة للجميع، أقول في أمان الله.